يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول هل يجوز الصلاة ما بين الأذان والإقامة خارج المسجد، وذلك لأنني سائق باص والبنات والطالبات يخرجن في وقت إقامة الصلاة، ومعي عدد من السائقين فنصلي عند المدرسة ولا نصلي في المسجد، أم أن الأفضل أن أصلي منفردا بعد انتهائي من العمل وإيصال الطالبات؟ لا، صل مع زملائك جماعة، صلوا عند المدرسة مع زملائك جماعة ولا تصلي وحدك. نعم.